ومشاهدينا هسه راح نروح مباشرة إلى السليمانية مع زميل مخلد ونشوف شنو وضع الكار يمه. يسعد صباحك مخلد. يسعد صباحك مخلد. صباح الخير، صباح الخير عليكم، صباح الخير على متابعي ومحبي قناة دجلة الفضائية. شكرا لك مخلد. طبعا يعني اكو هواية ناس هم من محبين الكاري ويضيفون هذه البهارات الى يعني هواية انواع من الاكل، وخاصة اني اشوف الاكل الهندي هم يستخدمون به بهارات هواية. صحيح. يفوت همين الكاري به. انت تحب الكاري؟ اي طبعا احبه، شلون ما احب الكاري. حلو. طبعا مخلد احنا اليوم بما انه هو يوم الكاري العالمي فحابين نشوف شلون مثلا يكون الكاري قبل لا يطحنوه، اذا موجود مثلا او من يستوردوه، هو موجود هنا بالعراق لو شنو انواعه خارج العراق؟ لا انواع له، اكو اصلي واكو مو اصلي له، لا كله نفس الشيء. حابين نتعرف عليه اكثر بهاي النوع من البهارات. طبعا ان شاء الله اليوم راح اعرفكم واعرف الجمهور على شنو الكاري ويا نوعية توابل ويا بهارات بحيث يصير صورة واضحة. أنا في أحد المحلات اللي معروفة في سليمانية لبيع التوابل والبهارات، هذا المحل يمكن قديم يعني تقريبا صار له يمكن يعني بالضبط ما حافظ، بس من أقدم المحلات اللي نعم. موجودة هنا صاحبه العم أحمد. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور على شكرك. الله مرحبا الله. اريد توضح شنو الكاري بصوره او يعني اوليه، وبعدين اسالك بالتفاصيل عن النوعيات وكذا. اهلا وسهلا بقناه جده، نتشرف بكم. قناه جده دائما على الشعب العراقي يجي معلومات من كل مجالات. يعني الشباب العراقيين لهذا العراق مشهورة بإيش يعني صناعات القديمة، وشباب ناسينا قناة الدجلة يومية هذا كل أسبوع يطيف شيء جديد للشعب العراقي. أشكرك بي. الله يخليك، شكرا جزيلا. اليوم أريد تعطيني خبرتك وتفهمنا شنو الكاري. الكاري يختلف عن شو اسمه البهارات. كاري معناته الجذور، القشور، الشجرة مثل دارسين، هذا قشور ماله مو جذور. يعني هو شجرة. هو شجرة، قشور ماله مثل قشر مالته مثل فلفل أسود. الكار التوابل يعني يختلف عن البهارة. التوابل معناته يومية الناس يستعملها مثل لح ملح والسكر والزيت والماء. هذا نسبة الماء اليوم يختلف، يعني نسبة الملح له نسبة السكر ناس يستعملها حسب هذا، عدة سكر يا عدة دهونيات، هذا بها مجال يقلل يومية. بكلمة مثلا هذا توابل. نعم زين. الكاري شنو مكوناته؟ هو نبت يعني التفتامة تسوى قشر، هذا قشر ينطحن شلون يسووه؟ هل نوعك يختلف عن نوع؟ الكاري به انواع حسب المواصفه، مثلا اكو كاري للدجاج، اكو كاري مثل للتمر، اكو كاري للجدر، اكو كاري للحم، يعني هذا كاري به انواع. بس احسن شيء واغلى شيء بالكاري هو هيل وزعفران، يعطيك الطعم لون ماله وريحه مالته. هذا منين يعني بس شوفنا اياه وشنو شلون يعني اكو خلطه خاصه مثلا؟ خلطه خاصه بصوره عامه. الكاري متكون من مجموعه القشر الاعشاب السندارسين، الكبابه، ثمر الثنوبر. يعني هسه هاي الخلطه مالتك هذا الكاري؟ اي نعم. هذا شنو بس زميلنا مصور هذا شنو؟ هذا الكاري. هذا شنو مكون من شنو؟ مكون ماله مثلا هذا كزبره، حبه حلوه، وكمون بصورة عامة، والقشر يعني كاري بس بيها داسين، بيها ثمر السنوبر، بيها كزبرة، بيها فلفل أسود، بيها هيل، هذني يعني مجموعة خاصة يسمونها كاري خلطة. بس حسب نوعية الطعام يختلف. ريحته قوية، اكو ناس يحب يعني ريحته قوية، اكو يحب يعني نعم. مخلد بس حابين نتأكد من يعني هاي متوسط. المعلومة يعني هي مجموعة بهارات مختلطة لو هي نوع بهارات واحدة فقط؟ لأنه حسب ما سمعت انه هي يعني خلطة مميزة. هو خلطة يمكن اوضحها يعني لكم بالتفصيل مع العم احمد. هي يقول اكو كاري جدر واكو كاري دجاج واكو كاري يعني نوعيات، هاي كل واحدة خلطة شكل؟ كل واحد خلطة شكل حسب الحاجة اللي يريدها. نعم نعم. مثلا يجيني فد يقول فد كاري لدجاج، يعني هلقى نسبة الماله الحلو
يعني تستعمل يعني او بها فلفل احمر يعني فلفل حلو حسب هذا اللي يريد يدنا. بس كلمه ساري كان جاء يعني جاي من كلمه انجليزيه يسمونه ساري ساري. الكلمه اللي مثلا توابل من مسوينا دستور الهند من 1950 يسمونه بهار تام تام. هذا يعني الدستور الهندي لحد الان موجود هسه يريدون يعني مثبت بالدستور مثبت بالدستور مالتهم هسه يريدون يرجعونه. هذا بهار التام يسمونه دولة البهارات بهارات. شنو الفوائد مال الكاري؟ يعني الفوائد انا هسه يمكن الزملاء التقرير العاملي بالقناه يتكلم انه الاطفال يعطوهم الكاري بشكل كبير بالوجبات الكاري. هالوجبات مثلا هذا الطفل يعني فوق 8 أشهر تقدر تعطيه الكاري يعني تسويه في الشوربه تخليه بيها اللون او بيها طعم تقدر تسويه ولا بصوره العامه ما تقدر تعطيه للاطفال. هذا بيها مثلا اضرار طبعا اضرار بيها وفائده بيها. الكاري يعني اليوم سوينا كاري واحد وبهارات واحد. هذا مطورينه اليوم يسمونه بهارات كاري واحد يعني كاري يعطيك تقريبا بس كمية اللون وكمية الطعام. نعم مخلد لعد هذا يعني احنا مثل ما نعرف الكاري لونه اصفر. نعم. يعني ونحطه باي طبخه يوزع اللون الاصفر بكل الطبخه. هذا اللون الاصفر مال يا بهار مال اي نوع من البهار ما دام هي مجموعه بهارات مختلطه حتى مخلد هسه هذا يعني حتى هذا صارت بيدي. نعم هذا الصفار منين جاي حابين نعرف هسه حنسال هذا اللون يسالون منين يجي هذا اللون. هذا اللون يجي يطوه اذا سابعين بيه عشبة الاصفر يعطيك اللون او الزعفران. نعم. الزعفران غالي يخبطونه ويا الاصفر كان الاصفر يخلونه على الخبز يعطيك لون صفرة. نعم. زين هو لون الكاري شلون لونه؟ لون الكاري تقريبا قهوائي مو قهوائي مو داكن تقريبا شوي فاتح. اكو نوعية صدق اللون مالته يصير إيطوخ. هذا مو قلت له مثل كان واحد كاري يعني لونه فاتح لونه غامق يعني بيدك تسويها حسب الطلب. هاي الطلبات على الكاري هنا احنا بالاقليم في كردستان هل اكو طلب كبير على الكاري يحبون الكاري مثل الهند والصين واليابان؟ واهل احنا الشعب الكردي يعني ما تعودين هلك على البهارات يعني يستعملون يوم الكركم او الكزبره او الكمون او الفلفل الاسود او الاحمر يعني بصوره واضحه يعني توابل هناك يعني اكو محدد يعني مو بصوره العامه يستعملون يوميه كاري. بس تقريبا بخبرتك شو وقت دخل هذا للعراق؟ والله هذا مو بال يعني الشعب العراقي عرب يعني متعودين من تقريبا 100 سنة 200 سنة من طلعينا بهارة نوعية مالتها التجارية من العرب يجيبونها واحنا ماخذين مثلا يجوز اول دولة العراق بها لو خليج بها لو مصر بها يعني قدوم بقناعتي اول شيء عراق او مصر بها. هذول يعني ذكاء يعني من المنطقة العربية دول الخليج العربية ماكو اذكى من العراق من الحضارات والارشادات والمعلومات. نعم نعم زين الفوائد الغذائية يعني داعي عن باقي الخلطة للكاري هو وحده شنو الفوائد؟ الكاري مثلا بيها زعتر زين هذا القولون بيها ثوم تعشر رائل الغلب بيها الكزبرة ينزل السكر. لا قصدي كمادة الكاري نبتة الكاري وحده كاري يعني بيها ما يعني مو كاري ما تقدر يعني تقول قد عشبة وحدة متكون من جميع الأعشاب يعني كل مجموعة كل أعشاب بيها مواد يعني بيها فوائد خاصة للمرض وللطعم للأكل. يعني برايك يعني يمكن هو يمكن اول دوله هي الهند مثل ما تقول دوله حسب الدستور الهند. شنو الفوائد اللي موجوده بالتوابل بصوره عامه؟ ايش احنا مثلا اقول لك هذا الطعم ما بي نكهه مثلا او ما بي طعم او ما بي ريحه مثلا هذا انت تسويه فد مرقه مالي شجره يعني تقدر تخليه بالماء يابض ماي ابيض يعني ما بيها لون ما بيها اي طعم ما بيها اي شيء. لازم هذه البهارات لو الكاري تخلط ويا مثلا. نعم. هذا اللحم طبعا مخلد انت وافيتنا بكل المعلومات عن الكاري كنا يعني كلش سعيدين بوجودك وانت وضيفك الكريم اللي انطانا يعني كل المعلومات المهمه عن هذا الموضوع. نعم. شكرا لك مخلد شكرا.